الشغل والطاقة. مما لا شك فيه أن استخدام قوانين الحركة التي تم عرضها في الوحدة السابقة تعتبر وسيلة فاعلة لدراسة وتحليل المسائل الميكانيكية، إلا أن مبدأ حفظ الطاقة يقدم لنا طريقة ثانية لبلوغ الغايات نفسها، لكنه ليس بديلا عن قوانين الحركة. ومن الناحية العلمية، عندما نتحدث عن الطاقة فإننا نبحث دائما عن مفهوم علاقة القوة بالإزاحة التي يظهر تأثير القوة خلالها، وهو مفهوم عام سواء بالنسبة للطاقة الحركية أو الطاقة الكامنة.